عداء قديم متجدد بين داعش وطالبان، فداعش ومنذ نشأته في القبائل الحرة القاطنة بين أفغانستان وباكستان، وتحديداً في منطقة أوركزاي الباكستانية، اعترك مع عناصر طالبان في مقاطعة نينغرهار الحدودية قبل أن يحارب قوات النظام الجمهوري السابق أو القوات الأجنبية الموجودة آنذاك في البلاد. فكانت بين داعش وطالبان حروب دموية، واستطاع الطالبان دحر عناصر داعش في المنطقة، ما دفع بداعش إلى التخفي أو الفرار من المناطق الشرقية. بشكل عام، فإن الخلاف بين الجانبين يكمن في أن طالبان تعتبر داعش تنظيما متمردا يرفض طاعة أمير المؤمنين، بينما يعتبر داعش طالبان جماعة لم تبايع الخليفة. وتاريخيا لم تكن العلاقة بين باكستان وأفغانستان ودية للغاية، وقد أدى وجود داعش في هذه المناطق القبلية إلى توتر سياسي بين البلدين، حيث تتهم كابول إسلام آباد بتمويل داعش.